فان دايك صلاح لاعب جيد وهو الأفضل في العالم. ديجو سيميوني محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ولا يمكن قول عكس ذلك. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. فان دايك صلاح لاعب جيد وهو الأفضل في العالم. يستعد ريال مدريد لتقديم عرض طموح إلى ليفربول من أجل التعاقد مع نجمه المصري محمد صلاح، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة ESPN. يأتي ذلك في ظل عدم وصول موقف تجديد عقد صلاح مع ليفربول إلى أي تقدم ملحوظ، ما يدفع ريال مدريد لمحاولة استغلال الوضع الحالي والحصول على صلاح في الصيف قبل عام من نهاية عقده. عرض ريال مدريد وفقاً لESPN لن يقتصر على المقابل المادي، بل سيضم أيضاً النجم البلجيكي إيدن هازارد جناح تشيلسي السابق. وتألق هازارد عدة مرات ضد ليفربول خلال تواجده مع تشيلسي، إلا أنه يعاني في مدريد منذ انتقاله في صيف 2019 قبل عام من نهاية عقده مع البلوز. جاء ذلك بسبب تعرضه لإصابات متكررة طوال أول موسمين له مع الميرينجي، ولم يسجل أي هدف في بداية الموسم الحالي تحت قيادة المدرب العائد كارلو أنشيلوتي. دييغو سيميوني محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ولا يمكن قول عكس ذلك. أشاد الأرجنتيني دييغو المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني بالدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول. قال سيموني عن صلاح: محمد صلاح لاعب استثنائي ويقدم مستويات رائعة. محمد صلاح لاعب غير عادي، قضى سنوات رائعة مع ليفربول بأداء مميز سواء في الدوري الممتاز أو الأبطال. وواصل دييغو: كل ما أركز عليه هو ليفربول، لكن صلاح لاعب استثنائي، هو لاعب يلعب على مستوى عال في ليفربول ومع منتخبه كذلك. في المرة الأخيرة التي واجهنا فيها ليفربول فزنا بالمباراة على أرضنا حتى قبل أن ندخل الملعب، أريد أن نتذكر ذلك. وأكمل مدرب أتلتيكو مدريد: سنحاول مجاراة سرعتهم ووحدتهم، سنحاول العثور على طريقة لإيذائهم لمنافسة ليفربول. من الواضح أن عليك أن توازن في طريق اللعب ثم البحث عن خياراتنا في المباراة. أعدكم أننا سنحاول إيذاء ليفربول. وتابع سيموني: لا أتوقع أي شيء آخر غير أنها مباراة قوية للغاية لليفربول، سنحاول إلحاق الضرر بهم، أتطلع إلى مباراة رائعة مليئة بالقميص الأبيض والأحمر. آخر مرة واجهنا ليفربول فزنا في المباراة التي على ملعبنا قبل أن تبدأ المباراة حتى، يجب أن يتذكر الجماهير ذلك. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. محمد صلاح والكرة الذهبية حلم بعيد المنال هذا العام، صلاح الأفضل هذا الموسم، كلمة رددها المدرب يورجن كلوب مساء السبت ومثل الآلاف من محبي النجم المصري محمد صلاح لترتفع الأصوات المطالبة بأحقيته للحصول على الكرة الذهبية. ولكن حقيقة الأمر هي أن حصول صلاح على جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول أمر مستبعد هذا العام. الجائزة الأهم في عالم كرة القدم تمنح نهاية كل عام تكريما للاعب الأفضل في عالم كرة القدم خلال سنة، ولكنها بالحقيقة تكون تتويجا لأداء اللاعبين خلال نهاية الموسم الماضي وليس لبداية الموسم الجاري، لذلك الأقرب للجائزة وفقا للخبراء هم اللاعبون الذين حققوا الألقاب الموسمية الماضية المحلية منها والقارية. وبالرغم من أدائه المبهر إلا أن صلاح فشل بتحقيق أي لقب شخصي أو مع فريقه خلال عام 2021. مع ليفربول صلاح فشل بتحقيق أي لقب هذا العام واكتفى بالمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وودع دوري الأبطال على يد ريال مدريد الإسباني في ربع النهائي. أما على الصعيد الشخصي ففشل صلاح بتحقيق لقب هداف الدوري متخلفا بهدف عن الإنجليزي هاري كين، وفي دوري أبطال أوروبا حل ثالثا برصيد 6 أهداف بفارق 4 أهداف عن النرويجي إيرلينغ هالاند. ومع غياب الألقاب الفردية والجماعية خلال عام 2021 لن يكون مستواه الاستثنائي خلال انطلاق هذا الموسم
كافياً لترشيحه بشكل رئيسي للجائزة الأغلى. بحضور محمد صلاح والأمير ويليام، حفر إيرتشوت للاهتمام بالبيئة يعلن عن 5 فائزين بمليون جنيه استرليني. أعلن القائمون على جوائز حفل إيرتشوت المهتم بشؤون البيئة وإنقاذ الكوكب عن الفائزين بحفل اليوم في الحفل الذي أقيم في قصر كينزيشتون الملكي، وحضره الأمير ويليام دوقة كامبريدج وزوجته وعدد من مشاهير العالم على رأسهم النجم المصري محمد صلاح المحترف لدى نادي ليفربول الإنجليزي. وكشف القائمون على حفل توزيع الجوائز عن الفائزين في الحفل اليوم والذين سيحصلون على مليون جنيه استرليني لكل منهما برعاية الأمير ويليام. ونشرت الصفحة الرسمية للمؤسسة صور الفائزين عبر الستور الشخصي لها، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة بي بي سي الإنجليزية، فإن الحفل السنوي إيرتشوت ضم الأمير ويليام ونجوما عالميين من بينهم إيما واتسون وديفيد أويلر والنجم المصري محمد صلاح ومدير أعماله، واستخدم بعض أغاني النجم العالمي إيد شيران وفرقة كولد بلاي في الحفل تماشيا مع الرسائل البيئية التي يرسلها الحفل. صلاح أفضل إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي ضمن رقمين جديدين للملك المصري. وواصل محمد صلاح هوايته الرائعة بكتابة التاريخ، وهذه المرة تسيد تاريخ إفريقيا في الدوري الإنجليزي. وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بالتساوي مع ديدي دروجبا برصيد 104 أهداف. ومن جهة أخرى واصل صلاح تسجيله الأهداف للمباراة الثامنة على التوالي، ولأول مرة يسجل في 8 مباريات متتالية منذ انضمامه إلى ليفربول. صلاح صنع هدفا لساديو ماني وسجل الرابع لليفربول أمام واتفورد في المباراة الجارية حاليا. الهدف الرابع جاء بعد سلسلة مراوغات رائعة ثم تصويبة R2 في المرمى، ووصل النجم المصري إلى 7 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي وبفارق هدف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. ويتقدم ليفربول على واتفورد 4 أهداف مقابل لا شيء ضمن مباراة. والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي. هل سيرحل محمد صلاح عن ليفربول قريبا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.